بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نحل تدريبات كتاب بيت باي بيت طبعا نكمل يونت 1 الوحده الاولى ان شاء الله نحل تدريبات الدرس الثالث اول سؤال لسننج استماع قلنا الجمله لو ترو صحيحه احط اكتب تي الجمله لو فولس خطا هكتب اف ده فقره لسننج هنجيبها ونقراها مع بعض عشان نحل الجمل دي ادي فكرة listening نسمعها مع بعض ونقراها عشان نستفاد بعض الكلمات I live in a big city عايش في مدينة كبيرة city يعني مدينة there are يوجد many places أماكن كتير to visit لي الزيارة there are lots of different restaurants يعني في مطاعم كتير and the food is tasty يعني فود هناك الطعام طعمه جميل There is a big park There is يوجد a big park حديقة كبيرة I go to the park every Friday يبقى بروح الحديقة امتى؟ Every Friday كل يوم جمعة And we play football بنلعب كرة القدم with my فريندز اسمها اصدقاء We read وبنقرأ And borrow books بنقرأ ونستعير كتب منين؟ at the library من المكتبة. we go shopping بنروح نتسوق at the shopping center at the shopping center. I love my city أنا بحب مدينتي. One بقول لي I read and buy بنقرأ وبنشتري. buy books at the library. الجملة دي بقى true ولا false؟ طبعا الجملة ديت ممكن حد يتلخفن فيها وفكرها انها ترو صح الجملة دي غلط ليه؟ ان قال لي انا بشت- انا ب... بنقرا وبنشتري باي بوكس بنشتري كتب من اللايبرري لا ده هو كان قال لي بنستعير كتب يبقى الجملة ده هي فولس خطأ يبقى انا هكتب اف تو زي جو شوبينج ات ذا شوبينج سنتر بروحوا تسوقوا من الشوبينج سنتر يبقى دي ترو جملة صح يبقى انا هكتب تي Three. There are a few restaurants في مطاعم قليلة a few قليلا من few قليلا من a few restaurants in the city مطاعم قليلة في المدينة طبعا دي false خطأ يبقى أنا هكتب F Four. The food is tasty. يعني طعم الفود ده طعم الغذاء أو الأكل جميل طعمه جميل. Add the restaurant في المطاعم. طبعًا جملة دي True صح يبقى هنا هكتب تي Read and match A with B New York is very noisy New York مدينة نيويورك is very noisy noisy يعني مليئة بالضوضاء all the time طول الوقت all the time يبقى one أوصلها بدي I think the food tastes طعم الأكل عامل ايه بقى؟ طعم الأكل مور delicious مور delicious يعني اكثر delicious يعني لذيذ three there are colorful birds colorful birds يعني طيور ملونة there are يوجد colorful birds فين او بتعمل ايه بقى؟ singing بتغني in the trees على الأشجار يبقى two بـ بE there are لا سريع عوصلها بE سريع عوصلها بE four بقى there are lots of different there are lots of different في كتير من ايه restaurants restaurants مطاعم here يبقى four بـ بي our neighborhood الحي neighborhood اللي هو الحي Uh, is بليس هو مكان where we live مكان اللي احنا بنسكن فيه our neighborhood الحي has a nice park has يعني لديه a nice park حديقة جميلة where people go to relax الناس هناك بتروح عشان go to uh, relax يسترخم and enjoy nature ويستمتعوا بالإيه نيتشر اللي هي الطبيعة. People love parks الناس بتحب الحدائق because بسبب بسبب إيه بقى بيحبوا الحدائق ليه؟ they provide بتمدهم uh, them with fresh air fresh air هواء نقي. and green spaces ومساحات خضراء. We have a bus stop. احنا عندنا موقف للباص للاتوبيس a bus stop close by قريب مننا so لذلك people don't have to travel far عشان كده مش مضطرين ان هم يسافروا far من مكان بعيد for transportation وسائل مواصلات grocery stores grocery stores محلات البقاله ار نير برضو قريبه سو so, everyone لذلك everyone كل واحد كان باي ممكن بيشتري وات they need اللي هم محتاجينه نيبرز الجيران الجيران should be careful كيرفول يجب عليهم ان هم بيبقوا كيرفول حريصين about what they do around other neighbors. What they do around other neighbors مع الجيران الآخرين. I am happy أنا سعيد living here بالحياة هنا because بسبب it is a safe place. Safe place يعني مكان آمن. people around me الناس اللي حوالي are friendly يعني ناس طيبه and helpful and helpful ومتعاونه I feel comfortable اشعر بالراحه comfortable اشعر بالراحه when I walk along the streets يعني لما ماشي في الشارع بس بشعر بالايه بالcomfortable بالراحه there are many things يوجد أشياء كتير to do in this neighborhood في حاجات كتير ممكن تعملها في الإيه neighborhood اللي هو الحي I enjoy going out يعني بستمتع بالمشي برا for walks and spending time وقضاء وقت with friends مع الأصدقاء I also like watching movies وبحب مشاهدة الموفيز الأفلام and the playing sports ممارسة الرياض we should يجب علينا always try to keep نحنا نحتفظ our neighborhood clean بنظافة الحي choose the correct answer from A, B, C, or D the text is mainly about your النص الفكرة الرئيسية بتدور حوالين ايه restaurant, park, neighborhood جروسري ستور الفكره بتدور حوالين ايه محل بقاله ولا نيبر هود الحي ولا بارك حديقه ولا روسترانت مطعم طبعا بتدور حوالين ايه نيبر هود نيبر هود اللي هو الحي The under number round ضمير Z. Z كبتشير إلى إيه؟ نيبرز الجيران باركس الحدائق باص ستوب موقف الاتوبيس ولا بانكس طبعا زي كان بتشير الى نيبرز نيبرز اللي هم الجيران question نمبر 3 واي يعني لماذا why دو people <notable> love <تبع> باركس ليه الناس بتحب الباركس الحدائق من اول هنا كده بيكوز اهي بيكوز بسبب All people love parks بيحبوا الحدائق because بسبب يبقى ابدأ من كلمة because they provide provide لأنها بتمدهم uh, them with fresh air fresh air هواء نقي and green spaces ومساحات خضراء. Question number four what should ايه اللي يجب علينا we do for our neighborhood ايه اللي يجب علينا في اتجاه النيبرهود الحي اهي ادي آه الاجابه اهي وي شود يجب علينا always دايما تراي تو كيب دايما نحاول نحافظ كيب اور نيبرهود كلين ان هو يبقى ايه دايما نظيف يبقى هو من اول وي should always try to keep our neighborhood clean دي اجابه كويتشن نمبر 4 السؤال الرابع choose the correct answer from a b c or d we went to the museum يعني رحنا المتحف ميوزيوم اللي هو المتحف and through big gates gates اللي هي البوابات يعني بيقول لك مرينا من البوابات الكبيره and passed passed through big gates uh, egypt is creating a new line for the train station نقول عملنا خط سكة حديد فور ذا ترين ستيشن لمحطة القطار يبقى a new railway line railway line يعني خط سكة حديد جديد a lot of local كثيرا من ايه in أسوان في أسوان work in tourism بيعملوا في مجال توريزم في مجال السياحة يبقى a lot of كثيرا من local Residents Residents يعني سكان المحليين الموجودين في أسوان Work بيشتغلوا in tourism في السياح يبقى Residents Residents سكان tourists السياح Farmers مز... فلاحين A Fishermen الصيادين When we have free time لما يبقى عندنا وقت فراغ We can just Out and have a good time just a out hang out اسمها ايه؟ hang out يعني بنطلع نتمشى مع الأصدقاء hang out when عندما when I went on holiday لما بنروح الأجازة holiday I uh, my friends أصدقائي يعني لما ببقى في أجازة أصدقائي بيوحشوني يبقى I missed my friends بفتقد أصدقائي I missed my friends lived يسكن hated يكره sold يبيع هنرتب الكلمات دي عشان نكون جمل صحيحة طبعا أبدأ باللي هي لونها مختلف دي أو تحتها خط يبقى our Our apartment block يعني الشقة بتاعتنا is... الشقة بتاعتنا is... apartment block is on the 16th floor في الطابق السادس عشر. نقول: Our apartment block is on the 16th floor في الطابق السادس عشر. نيويورك مدينة نيويورك عايز الفعل بقى نيويورك ده الفاعل عايز فعل الفعل هاز يبقى اقول نيويورك هاز a lot of green spaces فيها مساحات خضراء كتير I miss, miss our food so much يعني انا افتقد للطعام بتاعنا كتير جدا زي ما واحد بيقولك انا وحشني الاكل بتاعنا يبقى I miss our food so much the the uh, green grass الحشائش الخضراء turns تحولت للون براون لون بني write an email of uh, 50 words من 50 كلمة to your friend Sami يور فريند سامي يعني صديقك اسمه ايه هنا سامي تو تيل هيم هتخبره about عن يور نيبرهود عن الحي بتاعك يور نيم اسمك خلي بالك لازم نقرا الجمل دي كويس جدا عشان نعرف مين اللي هيتروح... مين اللي هيروح له الايميل ومين اللي كاتب الايميل يور نيم از كريم اسمك كريم and يور ايميل address والعنوان البريد الالكتروني بتاعك از كريم جيميل دوت كوم يبقى عنوان الايميل من بعد is دي هكتب كريم جيميل دوت كوم ده بتاع الايميل بتاعي انا اللي هو مديهوني يبقى انا اللي هكتب الايميل يبقى العنوان ده هوت هكتبه عنده فروم لان فروم هو اللي بعت الايميل فروم يعني من يبقى هكتب العنوان ده اللي هو الدهولي دوت اللي هو قال لي بتاعك انت ده يور ايميل ادريس عنوانك البريد الالكتروني از كريم جيميل دوت كوم هو ده اللي اكتبه عنده فروم طب وتو تو للي رايح له الايميل اند يور فريندز ايميل والايميل بتاع صديقك ادريس از سامي اه هوت ميل uh, يبقى الايميل ده من اول كلمه سامي دي لحد دي كوم ديت كده ده العنوان بريد الالكتروني بتاع صديقه يبقى اكتبه عند تو للي رايح له الايميل بعد كده سبجكت الموضوع الموضوع النسبة نسبه كبيره جدا هلاقي كلمه اباوت يعني عن او بخصوص بعد كلمه اباوت هيبقى العنوان اللي هو الموضوع بيتكلم عنه بس بدل يور هكتب ماي بدل يور هكتب ماي نيبرهود ماي نيبرهود يعني عن الحي بتاعي طبعا هو مجاب عنه مجاب اخر الوحده اخر الوحده هتلاقي الايميل دوت متجاوب عليه يبقى هنا عرفنا تو يعني اللي رايح له الايميل فروم اللي هو كاتب الايميل سبجكت الموضوع قلنا بدل ما اقول يور نيبرهود اقول ماي نيبرهود Read and match A with B. Uh, lots of love. Lots of love. دي بتبقى ايه بقى؟ Opening phrase عبارة افتتاحية. Closing phrase عبارة ختامية. A question to reader سؤال للقارئ. Request to reader طلب للقارئ. Informal expression تعبيرات غير رسمية. Lots of love دي في نهاية الإيميل بكتب أنا بكتب حاجة زي كده lots أوف لاف في نهاية الإيميل يبقى اسمها كلوزنج فريز كلوزنج فريز يعني عبارة ختامية يبقى 1 بي بي أريلي كول بارك أريلي كول بارك يعني حديقة جميلة دي بسميها إيه بقى؟ informal expressions informal يعني غير رسمي expressions تعبيرات غير رسمية يبقى to هوصلها ب-e please من فضلك I write back soon يعني اكتب لي قريبا ده بسميه ايه A request طلب A request to reader طلب للكار يبقى هنا 3 هوصلها ب-d هاي ليلة هاي ليلى دي بداية الإيميل يبقى اسمها opening phrase opening phrase عبارة افتتاحية how are things with you how are things with you يعني كيف الأمور معاك أنت عامل إيه دي بقى إيه a question ده سؤال to reader للقار a question سؤال to reader للقار يبقى five مع C Read and match A with B people use يستخدم الناس the park الحديقة a lot of for كثيرا for من أجل ايه؟ Sports الرياضة ممارسة الرياضة and the meeting people ومقابلة الناس. Scottish food Scottish food الطعام الاسكتلندي is okay. لا باس عليه كويس يعني بط ولكن ايجيبشن فود ايجيبشن فود الطعام المصري از بيتر افضل فور اكزامبل على سبيل المثال فور بريكفاست على الفطار الاسكتش بيبول سكوتش بيبول الناس الاسكتلنديين ايت بياكلوا بوريتش بوريتش اللي هي العصيده I have a lot of new I have أنا لدي a lot of كثيرا من new friends at school أصدقاء في المدرسة هنرتب الكلمات عشان نعمل جمل صحيحة how how are how are things with you يعني كيف حالك how are things with you to our apartment our apartment يعني شقتنا our apartment is in the city center وسط المدينة in the city center it's on the third floor يعني على الطابق الثالث في الطابق الايه الثالث في الدور الثالث it's on the ثيرد فلور فلور اللي هو الطابق طبعا وبتيجي بمعنى انها ارضيه فور وي وي نحن ده الفاعل ده السبجكت وي ده السبجكت ده الفاعل عايز فعل فين الفعل في الكلمات دي الفعل فين هاف يبقى وي هاف احنا لدينا نمتلك وي هاف ايه اجريت فيو A great view، فيو يعني منظر، منظر رائع. اوفر ذا تريز على الأشجار. طبعًا هنا الإيميل مجاب آخر الوحدة، آخر اليونت هتلاقي الإيميل ده متجاوب عليه. نشوف الإيميل عن إيه؟ بيقول له رايت إن إيميل تو يور فريند أمير لصديقك أمير تو تيل هيم هتخبره أو له اباوت عن كلمة about دي مهمة جدا ليه؟ لأن بيجي بعدها الموضوع اللي أنا هكتب عنه about يعني عن أو بخصوص ذا ثينجز الأشياء you miss about Egypt اللي أنت تفتقدها في مصر لما تبقى مسافر بره فبتبقى في حاجات كتير وحشات إيه في مصر فده الموضوع بعد كلمة about ده الموضوع بيقول لك هنا your name اسمك از uh, وليد and your email address is walid@yahoo.com يبقى دي العنوان اهو من بعد is ادي وليد اهي yahoo.com يبقى ده اول عنوان بريد الكتروني مديهولك بيقول لك your email address ده عنوانك انت ده هكتبه فين عند فروم عند اللي كاتب الايميل فروم طيب هلاقي عنوان تاني اللي هو ايه your فرندس ايميل ايميل بتاع صديقك اللي انت هتبعت له الايميل عنوانه ايه ادريس از امير جيميل دوت كوم من اول هنا امير جيميل دوت كوم ده العنوان بتاع صديقك اللي انت هترسل له الايميل يبقى عندي تو سبجكت الموضوع الموضوع عن ايه من بعد كلمه about الموضوع عن ذا things اي مس اباوت هنا برضو فقرة listening سؤال استماع ده بالنسبة للأزهر الشريف هنشوف الفقرة بتاعت listening الاستماع نقراها مع بعض ونحل السؤالين دول my uncle my uncle عمي أو خالي is a farmer is ايه a farmer يعني مزارع فلاح he has a farm he has a farm عنده ايه مزرعه he grows بيزرع بيزرع ايه vegetables and fruits بيزرع خضروات وفاكهه i love him very much يبقى قال لي my uncle is a farmer مزارع he has a farm عنده مزرعه he grows بيزرع بيزرع ايه vegetables and fruits i love him very much نبدا بقى نحل listening لما نشوف مين بقى المتذكر اللي احنا قلناه ماي انكل از ايه ماي انكل از عمي او خالي كان ايه فارمر ولا دكتور ولا تيتشر مين اللي فاكر احنا لسه قايلين ايه فارمر طيب تو هي فيجيتابلز اند فروتس هي ايتس جروز ووترز ايت ياكل جروز يزرع ووترز uh, يروي طبعا هي ها he grows بيزرع grows vegetables and fruits read and complete the dialogue sell sell معناه يبيع grow يزرع do يفعل hello do you vegetables in your garden in your garden في حديقتكم يبقى do you grow do you grow هل انتوا بتزرعهم vegetables خضروات in your garden يبقى do you grow grow vegetables؟ قالوا yes I هنا بدأ بدو انهب دو قول yes I do yes I do what do you do with them we usually eat احنا غالبا we usually او عادة eat بناكل الخضروات دي or او them. in the market في السوق يبقى or sell sell يعني بنبيع them in the market reading comprehension قطعه القراءه والفهم read and choose the correct answer my name is احمد انا اسمي احمد there are four people in my family يعني في اربع اشخاص in my family في اسرتي There are four people in my family. My father, my mother, my sister and me. يبقى أربع أشخاص في الأسرة بتاعته. My mother goes shopping every week. بتروح تتسوق every week كل أسبوع. We have a roof. roof اللي هو السطح. Roof garden. حديقة سطح. Uh, we plant onions بنزرع بصل tomatoes طماطم and, and potatoes وبطاطس sometimes احيانا we plant fruit احيانا بنزرع فاكهه we use natural fertilizer بنستخدم سماد طبيعي roof gardens roof gardens الحدائق حدائق الاسطح help clean the air بت, بتساعد في تنقيط كلين The air في تنقيط الهواء in the city في المدينة. Choose the correct answer. زير ار بيبل ان ذا فاميلي يوجد ايه؟ طبعا موجود كل حاجة بالنص في القطعة. زير ار اهي. زير ار بيبل ان ذا فاميلي يبقى زير ار ايه؟ فور ولا 3 ولا تو. طبعا زير ار فور اربعة اه موجود فور اهي uh, hey. وادي فور اهي. Hey. يبقى اعمل سيركل على فور ماي ماذر جو شوبينج تروح تتسوق افري موجوده برضو بالنص اهي ماي ماذر جو شوبينج افري افري ايه يير دي ويك يبقى افري ويك كل اسبوع بعمل سيركل على ويك ويك اللي هو اسبوع وي هاف ايه جاردن احنا عندنا ايه بقى حديقه ايه باث ولا روف ولا كيتشن طبعا روف روف جاردن اللي هي حديقه الاسطح يبقى اعمل على روف. وي بلانت اونيانز اند بنزرع بصل اند ليمونز ليمون ولا ديتس ولا توموتوز توموتوز اهي هنا هي موجوده ايه. فايف وي يوز احنا بنستخدم ايه Fertilizer اللي هو uh, سماد سماد ايه بقى؟ موجوده برضو بالنص وي يوز ناشرال فرتلايزر سمات طبيعي اه كلمه ناشرال ايه هو جاب اه ناتشرال فيرتلايزر بعمل سيرك على ناشرال choose the correct answer from a b c or d we often fish عايز احنا غالبا بناكل السمك طبعا ابص على الفاعل الفاعل هنا جمع وي فعل جمع وي او يو او زي او, أو اي او الفاعل هنا جمع ولقيت اوفن لقيت سام تايمز لقيت نيفر لقيت يوجوالي ظروف ظرف من ظروف التكرار يبقى نسبة كبيرة اروح على الفعل في المصدر اروح على الفعل فين في المصدر فعل في المصدر يعني بدون اي اضافات يعني من غير اس من غير اي ان جي من غير اي دي يبقى وي اوفن ايت وي اوفن ايت فيش ايرلي spring spring اللي هو الربيع is the best season يعني ده افضل موسم to seeds seeds اللي هي البذور in the ground في الارض يبقى harvest بنجمع ولا sell نبيع ولا plant بنزرع طبعا ما قال لي seeds بذور وin the ground في الارض يبقى بنزرع يبقى to plant seeds in the ground 3 the weather is usually وزر اللي هو الطقس وزر اللي هو الطقس از عادة ان Egypt ان سمر في مصر في الصيف سمر اللي هو الصيف يبقى الجو بيبقى عامل ايه بقى؟ كولد برد ولا ريني ممطر ولا صاني مشمس خلي بالك ان هو قال لي فين؟ في الصيف يبقى صاني صاني يعني مشمس فور اي اوفن سي ماي سكول فريندس ات ويك اندس ويك إندس اللي هي عطلة نهاية الأسبوع يبقى أي طبعاً يبقى دونت أي دونت يعني أنا غالباً ما بشوفش أصدقائي في المدرسة أصدقائي طبعاً في الأجازات طبعاً doesnt مش هتيجي مع أي أي مش هتاخد doesnt ده استبعد دي لأن doesnt بتيجي مع هي وشي أو الفعل مفرد انت ده ماضي يبقى هنا مش هينفع لأي أي دونت There is there is line near my house but there aren't any trains using it now بيقول كان موجود there is uh, موجود اقول موجود خط سكه حديد ولكن ما فيش حد بيستخدمه دلوقتي there aren't any trains ما فيش اي قطارات يبقى there is a railway line railway line خط سكه حديد هنرتب الكلمات عشان نكون جملة صحيحة جرين نبدأ بجرين طبعا باللون المختلف أو اللي تحتها خط جرين ايه جرين ارياز يعني المناطق الخضراء او المساحات الخضراء بتعمل ايه انا عايز فعل بقى هيلب بتساعد هيلب بيبل بتساعد الناس ان هم ايه انجوي نيتشر يستمتعوا بالايه بالطبيعه انجوي نيتشر نيتشر اللي هي الطبيعة. تو، وير أين؟ وير عايز فعل مساعد بعديها. أستغفر الله العظيم. وير دو، وير دو. ليمونز جرو. ليمون بيتزرع فين؟ يبقى أعمل كويتشن مارك بعديه. ثري، وي ده الفاعل. وي ده الفاعل، عايز فعل. فين الفعل هنا في الكلمات دي؟ لايك like. طيب هنا انا عايز نفي يبقى النفي هيجي قبل الفعل يبقى اقول وي دونت لايك وي دونت لايك فيش ات اول. هنا فقره رايتنج بقول رايت شورت باراجراف اوف 5 سنتنس من خمس جمل. اباوت عن ماي ابارتمنت بلوك ماي ابارتمنت بلوك عن العماره السكنيه والشقه السكنيه طبعا مجاب اخر الوحده تجيبه وتتدرب عليه هنا فقره الليسننج الاستماع نشوف فقره الليسننج هالا ليفز ويز هير فاميلي عايشه مع اسرتها in an apartment in the city شقه في المدينه she has two sisters عندها ايه؟ two sisters عندها اختين They go shopping in the city uh, city center uh, Hala doesn't like going to the park ما بتحبش تروح البارك الحديقة on Friday يوم الجمعة she stays at home بتقعد في المنزل and helps her mom وبتساعد والدتها نقولها تاني Hala lives with her family عايشة مع أسرتها family. her family in an apartment في شقه in the city في المدينه she has two sisters عندها اختين she they go shopping بيروحوا يتسوقوا in the city center وسط المدينه هالا doesn't like هالة ما بتحبش going to the park وتحبش تروح البرك uh, on friday يوم الجمعه she stays at home تحب تقعد في المنزل and helps her mom وبتساعد والدتها one He has two brothers عندها اخين two brothers ها ترو ولا فولس الجمله دي الجمله ديت ايه فولس يبقى انا هكتب اف هكتب عند فولس دي هنا كده اف الجمله دي غلط كده اف She lives in the village village يعني قريه هي عايشه في قريه ترو ولا فولس طبعا هو كان ايه اللي في الفقره ان إيه؟ هي عايشه فين in the city في المدينه يبقى هنا she lives in the village عايشة في قرية دي فولس برضه يبقى هنا هكتب اف. 3 she doesn't like going to the park هي ما بتحبش تروح البارك الحديقة يبقى دي الجملة دي ايه؟ ترو يبقى هنا هكتب تي. 4 she helps her mom on Friday بتساعد والدتها يوم الجمعة on Friday يبقى دي برضه ترو يبقى هنا هكتب تي. complete the dialogue with the following words Gymnasium جيمنيزيم uh, لعبة لعبة الجيمنيزيم تايمز اوقات آه. جيم اللي هي صالة الالعاب الرياضية براكتس يتمرن او يتدرب how often كم مرة how often do you do exercise كم مرة بتمارس العاب رياضية exercise يعني تمارين رياضية او العاب رياضية له, I do exercise three أنا بمارس تمارين رياضية Three 3 a week في الإسبوع يبقى three times Three times ثلاث مرات في الإسبوع What's your favorite sport؟ إيه رياضتك المفضلة؟ I like gymnasium I like gymnasium له, Where؟ أين؟ Where do you practice it؟ Where do you practice it؟ قال له ان ذا جيم ان ذا جيم وي جرو فيجيتابلز طبعا اريد اند ماتش اي ويز بي هنوصل اي ب بي, بي قال لي وي جرو فيجيتابلز احنا بنزرع فيجيتابلز خضروات وي جرو فيجيتابلز بنزرع خضروات فين بقى ا آه بنزرعها ليه مثلا تو ايت عشان ناكلها اند سيلزم ونبيعها يبقى 1 هتبقى بدي دي هنوصلها ب دي تو ذا فود الطعام ذا فود ذا فود تيستس مور ديليشس يعني طعمه لذيذ تيستس مور ديليشس طعمه لذيذ ذا فود يبقى تو معها إيه؟ We use natural إحنا بنستخدم natural fertilizer in organic food. بنستخدم السماد الطبيعي. Natural fertilizer. Local residents, local residents السكان المحليين are people هم ناس who live in a neighborhood عايشين في الحي. Complete the sentence with the correct form in practice. I often I often my aunt and uncle بقول لك غالبا عايز اقول انا غالبا بشوف my aunt عمتي and uncle وعمي. يبقى هنا ده عيني على الفاعل عيني على ايه؟ على الفاعل على السبجكت subject بتاع الجملة. الفاعل هنا I أو we أو you أو زي أو الفاعل جمع باخد أصل الفعل. يبقى سي دي اشيل منها الاس هتبقى سي بس اوكي تو يو بلاي فيديو جيمز ويز مي dont you like them بقول لك dont you انت لايك like زيم انت ما بتحبش الايه الالعاب دي يبقى يو بدل اولوز هتبقى يو نيفر يو نيفر بلاي فيديو جيمز ويز مي انت ما بتلعبش معايا ابدا الايه العاب الفيديو جيمز don't يو like them انت ما بتحبهمش بتحبش الالعاب دي يبقى هنا نمبر 2 حليناها على حسب المعنى ندى سام تايمز فوتبول ماتشز اون تي في انا ندى هنا ندى ده فاعل مفرد ندى فاعل مفرد لما الاقي هي شي ات او اسم مفرد يبقى ولقيت سام تايمز نيفر يوجوالي اوفن يبقى بضيف للفعل اس اما واتش هنا هضيف لها اي اس ليه هضيف لها اي اس عشان ان واتش منتهيه الفعل منتهي بسي اتش الفعل منتهي سي اتش معنى كده مش هضيف له اس بس لا انا له اي اس فور هي آه ليت فور سكول اقول هي طبعا فيرب تو بي هو اللي بيجي اول بيجي قبل ظروف التكرار فيرب تو بي اللي هو ام و وار بيجي قبل ظروف التكرار قبل نيفر ويجوال و-sometimes يبقى قول he is never read the following text and answer the question. بنانا بنانا طبعا اللي هو الموز فروت فاكهه is one of the largest يعني الاكبر and most والاهم اكثر اهميه most important fruit crops. crops يعني محصول محاصيل هو من اهم واكبر محصول في الفاكهه. وي كان بامكاننا يوز ذم بنستخدمه تو ميك مافنز كحك كيكس اند بريد يعني في ناس بتستخدم الموز لصناعه لخبز البريد اللي هو الخبز ذيس فروت نيدز الفاكهه دي بتحتاج الوت اوف ووتر مياه كثير اند سان لايت وضوء شمس ا بلانت نبات الموز جروز بينمو in 6 to 7 من 6 ل 7 months من 6 ل 7 شهور but it could take up to a year uh, depending on the weather طبعا بيعتمد على ديبيند اون معناها يعتمد على the weather الطقس. Bananas are cultivated cultivated in over يعني هو محصول او بيزرع in over uh, 150 countries اكثر من 150 دوله بتزرع البنانا and come in over 1000 different kinds وفي 1000 نوع منه the world's biggest اكبر حاجه في العالم بنانا producers اكبر منتج الموز في العالم are انديا انديا اللي هي دوله الهند اند تشاينا والصين انديا بروديوس بتنتج الهند بتنتج 29 مليون طنز يعني 29 مليون طن اتش يير كل عام وايل بينما تشاينا بروديوس بتنتج 11 مليون طنز 11 مليون طن يبقى اكبر دوله في انتاج الموز هي ايه الهند وبعد منها تشاينا الصين. جرين بنانا الموز الاخضر are used for cooking بيستخدم للطهي. يلو بانانا الموز الاصفر on the other hand من جهه اخرى have a sweeter taste يعني ليه طعم احلى بيكوز بسبب they have more sugar لان بيبقى محتوي على سكريات شجر اللي هو السكر. bananas fruit شجرة الموز ار ريتش غنية ان فيتامين سي غنية بفيتامين فيتامين سي فيتامين سي. تشوز ذا كوركت انسر فروم ا بي سي او دي 1 ا بانانا بلانت شجرة الزرع الموز ا بانانا بلانت نيدز بيحتاج مانث تو جرو بيحتاج قد ايه عشان ينمو؟ 2 ولا 3 ولا 7 ولا 20؟ طبعا سفن مانس سفن مانس سبع شهور تو جرو وي كان يوز يلو بنانا بنستخدم البنانا اللون الاصفر تو ميك كيكز بيكوز زي هاف لان بيبقى فيه ايه بقى الموز الاصفر ده بيبقى فيه ايه عشان احنا بنستخدمه في الكيكه عشان فيه ايه صولت ملح فلاور دقيق شجر سكر ميلك لبن بيكوز زي هاف شوجر نكمل كوتشن نمبر 3 وات ار ذا وورلدز بيجست بنانا بروديوسرز ايه اكبر الدول المنتجه للموز اكبر الدول المنتجه للموز ايه طبعا قال لي هنا اهو ذا وورلدز بيجست بنانا اكبر الدول المنتجه للبنانة بروديوسر ار انديا اند تشاينا انديا اللي هي الهند اند تشاينا والصين يبقى دي اجابه كوتشن نمبر 3 طيب كوتشن نمبر 4 What does a banana fruit need to grow؟ شجرة البنانة دي الفاكهة البنانة need to grow محتاجة قد إيه عشان تنمو؟ طبعا كان بيقول لي محتاجة إيه؟ هنا this fruit needs a lot of water and sunlight يبقى دي إجابة question number four بيقول لي this fruit needs بتحتاج a lot of water and sunlight وممكن برضو ممكن تبقى برضو الإجابة دي a banana plant grows in 6 to 7 months برضو يعني عبل ما تنمو من 6 ل 7 شهور. Choose the correct answer from A B C or D. 1 You can use old coffee as a natural for plants in your garden. يبقى natural fertilizer. سماد طبيعي. I prefer أفضل تو to eat fruit, اكل فاكهه that is natural and organic with no chemicals, no chemicals ما مواد كيميائيه. 3 The Nile Delta Delta النيل has very fertile farming area يعني عندها مزارع او ارض خصبة ارض خصبة and the people رايس زير افري يير كل عام بيبول رايس الارز يبقى هارفست هارفست رايس بيحصدهم الارز زير افري يير كل عام يبقى اعمل سيرك على هارفست ذا بيبول هو ورك ان ذا كوميونيتي جاردن الناس اللي بتشتغل في كوميونيتي جاردن ار اول كلهم ايه فوتبولر ريزيدنت uh, سكان انجينير تيتشر طبعا residents resident ريزدينت اللي هم السكان we see my aunt and uncle they live in Australia now ده هم عايشين في استراليا يبقى we ايه rarely نادرا لما اشوف عمي وعمتي اوفن غالبا always دائما اوفن غالبا برضو في اتنين مكررين يبقى we rarely نادرا كده انا جاوبت على حسب المعنى قال لي زي ليف ان استراليا، ده هما عايشين في استراليا ناو الان. يبقى وي ريرلي نادرا لما ايه اشوفهم. وي جو تو شارم الشيخ فور اور هوليدايز في الاجازه. وي اول احنا كلنا لاف ذا سي، احنا كلنا بنحب البحر. زير اند وي جو ايفري يير كل عام. يبقى وي ايه؟ دونت ولا ريرلي ولا يوجوالي ولا نيفر؟ يبقى وي يوجوالي. We usually عادة جو تو شرم الشيخ عشان احنا بنحب البحر يبقى يوجوالي. سفن وي جو تو Alexandria بنروح اسكندرية ان ذا وينتر في الشتاء. اتس تو كولد الجو تو كولد برد جدا اند اي دونت لايك كولد ويزر وما بحبش الطقس البارد. يبقى وي نيفر وي نيفر جو تو Alexandria ان ذا وينتر. انا ما بروحش اسكندرية ابدا في الشتاء. يبقى اعمل على نيفر نيفر يعني ابدا طبعا جاوبتها على حسب المعنى بتاعها هاو داز يور جيف يو هوم عايز يقول لي كم مره مدرسك بيديك واجب يقول هاو اوفن هاو اوفن يعني كم مره نرتب الكلمات عشان نكون جمل صحيحه اور اور نيبرز اور نيبرز جيراننا ار مالهم بقى جيراننا friendly and helpful يعني ودودين طيبين و helpful متعاونين يبقى اور نيبرز are فريندلي اند helpful. تو ذا ليفز ورق الشجر ذا ليفز ورق الشجر ده الفاعل فين الفعل فين الفعل في الكلمات دي فول فول يقع فروم من ذات تريز من الأشجار I أنا I miss I miss. يعني أنا أفتقد I miss our food الطعام بتاعنا so much we نحن عايز فعل we ده الفاعل ده السبجكت عايز فعل فين الفعل في الجملة هنا فين الفعل في الكلمات دي الفعل have يبقى we have إحنا عندنا إحنا نمتلك لدينا لدينا إيه؟ ها a great view a great view منظر رائع over the trees يطل على الإيه؟ الأشجار. write a paragraph of 50 words using the following guiding elements طيب هنا بيقول لي your community garden your community garden هتكتب باراجراف من خمسين كلمة طبعا مجاب آخر الوحدة يور كوميونيتي جاردن هتكتب عن حديقة المجتمع جرين سبيس يعني مساحات خضراء بلانت يزرع طبعا مجاب عنه بيج فيفتي سري صفحة ثلاثة وخمسين طبعا ده الباراجراف اهو الأول اللي هو بتاع الأزهر ماي ابارتمنت بلوك ماي ابارتمنت بلوك اللي هي العمارة السكنية ده الباراجراف والباراجراف طبعا الثاني اللي هو بيتكلم على يور كوميونيتي جاردن اللي هي حديقه المجتمع يبقى الباراجراف ده وده لازم يتحفظ وتتدرب عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته